أنا جاي مخصوص عشان أهنئ حضراتكم بالفوز بانتخابات مجالس اتحادات الطلاب على جميع الجامعات المصرية. وطبعاً كل رؤساء الاتحادات على مستوى الجامعات أو على مستوى الكليات أكيد ليك خطة وليك أهداف. طبعاً دورنا كاتحاد اللي احنا لازم نعرف زمايلنا أهمية العادة القومية، يكون عندهم وعي بكل اللي بيتم في البلد. اشتغلنا أنشطة كتيرة جوه الجامعة، واحنا دلوقتي بنرتب لعيد الشرطة ان شاء الله. فكرنا ان احنا نعمل لهم حاجة بسيطة، يعني تعبيرا عن يعني جزء من اللي نقدر نقدمه ليهم في يوم زي ده. فكنا حابين نقدم ورد او بوكة ورد كده صغير لأمناء الشرطة وفي الشوارع وزباط، يعني كإهداء من الطلبة دي. تقديم التهنئة لرجال الشرطة بعيدهم في المواقع الشرطية فكرة طرحها طلبة الجامعات المصرية في اجتماعات اتحاد طلبة الجامعات، رغبة منهم في مشاركتهم هذه المناسبة الوطنية الخالدة. توجه وفود من طلبة الجامعات إلى عدد من المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية حاملين معهم باقات من الورود ومقدمين التهنئة لرجال الشرطة العاملين بتلك المواقع بمناسبة عيد الشرطة الذي يعكس قيم التضحية والفداء. احنا فخورين ان احنا في ناس زي رجال الشرطة المصريين دول هم اللي بيحافظوا على امننا وامننا، واقل شكر مننا ان احنا نوصل الصورة اللي شفناها النهاردة دي للناس كلها. وانا مبسوطة وفخورة ان انا كنت موجودة النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين. مبهورين جدا وفخورين في نفس الوقت بالتطور والإنجازات اللي بتقدم ومع جودة في الأداء. وبنقدم لهم رسالة شكر في عيد الشرطة وبنقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين، وتفضلوا دايما عين مصر الساهرة، وربنا يقويكم على مهمتكم الكبيرة. استقبلت المواقع الشرطية بشكلها الحضاري المتطور طلبة الجامعات، فكلها منشآت تم تطويرها لتواكب الجمهورية الجديدة، حيث اطلع الطلبة على منظومة العمل داخل هذه المواقع والجهود التي يبذلها رجال الشرطة لحفظ الأمن. سعيدة جدا اننا كان في فرصة اننا نشارك رجال الشرطة الاحتفال بعيد الشرطة النهاردة، وفي مجهود كبير قوي بيحصل احنا ما كانش عندنا خلفية عنه الا لما جينا هنا. يا رب دايما كده رافعين راسنا، وشكرا لمجهوداتهم اللي عملوها وبيعملوها. أشاد الطلبة خلال هذه الزيارات بالتضحيات الكبيرة التي يبذلها رجال الشرطة وبجهودهم المتواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار لهذا الوطن، مع تأكيد واضح على المساندة الشعبية لكافة الجهود الشرطية لحماية أمن الوطن. احنا بنشجعهم وفخورين بيهم، وعن قد ايه نتمنى ان هم يكونوا مبسوطين بوجودنا ومبسوطين بزيارتنا الخفيفة دي. كل سنة وانتم طيبة. باسم جامعة اسكندرية احنا حابين نشكركم على دوركم وعلى تعبكم عشان البلد، ونقول لكم احنا فخورين جدا ومقدرين كل شغلكم طول السنة وطول السنين الجاية ان شاء الله. طلبات جامعة اسكندرية بنشكر حضرتك على الأمن والأمان اللي بتحسسه لنا وإحنا نازلين دراستنا من غير أي خوف. شكرا لحضرتك. تنقل طلبة الجامعات من موقع شرطي إلى آخر وسط حفاوة الاستقبال والترحيب والتقدير لهذه المبادرة الوطنية من طلبة الجامعات التي تعكس تقديراً كبيراً لرجال الشرطة ودعم للرسالة الأمن السامية، وتأكيداً على أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين.
دي اقل حاجه ممكن نقدمها لحضراتكم، ان احنا نيجي ونشكركم على كل حاجه حضراتكم بتعملوها معانا، وكل سنه حضراتكم طيبين وعيد شرطه سعيد. بنتمنى ليهم كل الدعم ودايما في ظهركم. كل سنه حضراتكم طيبين، ويا رب تكونوا دايما فخر لمصر. هذه الزيارة من طلبة الجامعات تعكس معاني التلاحم بين الشرطة والشعب، وتؤكد على النسيج القوي لهذا الوطن، وهو ما يعكسه دفء الاستقبال ومشاعر الود المتبادلة. كلنا بنقول لهم إن إحنا مهما نقول من كلمات لا تعبر عن المجهود اللي حضراتكم بتقوموا بيه، وحبينا نقدم لهم أبسط حاجة إن إحنا نيجي نحييهم في أماكن عملهم، وبنقول لهم شكراً جداً لدعمكم ومجهودكم العظيم اللي بتبذلوه. شكر بسيط لمجهود حضرتك يعني، وشكرا جدا على كل اللي بتعملوه لينا الشعب المصري. حقيقة مبسوطة جدا جدا ان احنا جينا النهاردة هنا وزورنا مديرية الامن، واليوم كان لذيذ حقيقة. حابة اشكر ضباط الشرطة. انا فخور بان انا خدت الخطوة بان انا اعيد على الشرطي اللي واقف، وانا بدعو كل محافظة أسيوط مش جامعة أسيوط بس إنها تخوض التجربة، وإن هي تقدم تذكار ولو حتى بسيط للجندي اللي واقف عشان يحميه. تحقيق أمن واستقرار الوطن والزود عن مقدساته وحماية أمنه هي رسالة يحملها رجال الشرطة على عاتقهم، مقدمين التضحيات في سبيل أدائها بمساندة كافة فئات الشعب المصري لهم، فهذا وطن الأمن والاستقرار. كل سنة وانت طيب وعيد شرطة سعيد عليك كده، وربنا يعينك في الوقفة دي. أحب أقول لهم شكرا جدا إن هم موجودين معنا، وشكرا إن هم بيتعبوا على أساس إن احنا نبقى كويسين وحاسين بأمن طول الفترة اللي احنا خارجين فيها مثلا من بيوتنا. حابب أقول لهم كل سنة وانت طيبين، وكل سنة وإحنا في خير وأمان بمجهوداتكم وتعبكم. حبينا نقدم شكر لرجال الشرطة اللي مازالوا ولازالوا بيتعبوا معانا، وده جزء نقدم لهم شكر بمناسبة 25 يناير. بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين.